بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده يا بنات هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا هتخلي بشرتك مشدوده زي الازاز وكمان بيضه زي بياض التلج بمكونات سهله وبسيطه. اول مكون معايا يا بنات هيكون معلقه من دقيق الحمص. طبعا احنا هنجيبها من عند العطار، يا اما مطحونه او تجيبيها في البيت وتطحنيها، اللي هو حمص الشام اللي هو الحمص الكبير. هناخد كده منه معلقه، هضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من كركم البشرة، ولازم البنات يكون كركم للبشرة وجيبيه برضو من عند العطار. هقلبهم كويس كده مع بعض. عايزة اقول لكم ان دقيق الحمص بيفتح البشرة وبيوحد لونها وبيخلصك خالص من الكلف والتصبغات واثار حروق الشمس، ده غير ان هو كمان بيعالج التجاعيد. والكركم طبعا كلنا عارفين قد ايه هو حلو جدا في تفتيح البشرة. هناخد معلقة كده من الياغورت الطبيعي او الزبادي البلدي الطبيعي، هضيف عليها معلقة من العسل، طبعا لازم يكون عسل اصلي زي ما احنا شايفين كده. العسل طبعا بيخلصنا من التجاعيد وكمان بيرطب البشرة ترطيب عالي وبيديها نعومة فظيعة. هاخد المكونات كده اقلبها مع بعض لحد ما يندمجوا واكون قوام كريمي اقدر افرده على بشرتي. خلاص يا بنات ده القوام اللي انا محتاجاه، قلبتهم كويس جدا مع بعض. طيب هنستخدمه ازاي؟ طبعا لازم على بشره نظيفه تكوني غاسله بشرتك كويس جدا بالغسول بتاعك بميه دافيه علشان تفتحي المسام. هتاخدي الماسك ده وتفرديه على الوش والرقبه وعلى ايديكي كمان لمده 15 دقيقه، وبعد كده بحركات دائريه هتفركي الماسك من على بشرتك وهتغسلي بشرتك بميه فاتره، وبعد كده على طول بميه بارده او مكعبات ثلج مشيها على البشره. والخطوه الاهم اللي هي الترطيب، لازم ترطبي بشرتك بعد اي ماسك. الوصفه دي هنستخدمها مرتين في الاسبوع، حلوه جدا يا بنات لتفتيح البشره وتوحيد لونها، وكمان هتشد البشره وتعالج لك التجاعيد. بتمنى الوصفه تعجبك، ما تنسيش تدعميني باللايك، اللايك مهم جدا يا بنات للقناه، وكمان اعملي اشتراك لقناتك لصحباتك علشان يستفيدوا من الوصفه. وبتمنى الفيديو عجبك واشوفكم ان شاء الله على خير فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.